يعد الكذب من أسوأ الأخلاق وأشدها خطرا، حيث يظن صاحبه أن فيه منفعة أو فائدة، وهو في الحقيقة ليس كذلك، بل هو مملوء بالمضار والمفاسد والعواقب الوخيمة التي ترتد على صاحبه. فهيا معا لنعرف كيف يضر الكذب أصحابه. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. كان له ولد يصحبه فيلاعبه ويؤدبه، حتى يصبح يوما رجلا يحمل عنه ما يتعبه. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. قال له يا ولدي هيا كي نرعى الأغنام سويا، فإذا حان العصر سأمضي ثم أعود إليك عشيا. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. لكن يا ولدي كن حذرا لنعود جميعا بسلام، وصرخ إن صادفت الخطر فالذئب عدو الأغنام. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. بعد قليل صاح ونادى كي يتسلى في وحدته، أحكم لعبته وتمادى حتى يصدق في مزحته. ما إن طلب الولد النجدى حتى حضر الناس بسرى، حين أتوا لم يجدوا ذئبا يبدو أن هنالك خدعة. فرح الولد بتلك اللعبة، بعد قليل عاد الكرة، صاح ونادى وغوثاه حضروا أيضا تلك المرة. فالمسلم في عون أخيه يدفع عنه كل ضرر، أين الذئب وأين مضى ليس له في الأرض أثرا. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. بعد قليل جاء الذئب واختنق القلب من الرعب، صاح بخوف وغوثاه فلينقذني حتى كلب. خطف الذئب الشاة وطار، والولد يصيح بإصرار، أنا لا أكذب يا إخواني يا رب استر يا ستار. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. بعد قليل عاد الراعي وجد صغيره يبكي ندما، قال له يا ولدي قل لي هل أكل الغدار الغنم. قال الولد كذبت عليهم حتى ظنوا الأمر مزاحا، ما صدقني أحد حتى خطف الذئب الشاة وراحا. خرج الراعي ذات صباح للمرعى فرحا مسرورا، ينشد كالطير الصباح حين يرى في الصبح النورا. وهكذا لا يثق الناس في من يكذب، ولا يصدقونه في أقواله، ولا يأخذون منه كلاما، ويتهمونه دائما بالافتراء واختراع الكلام. أما المسلم فإنه يصون لسانه عن الوقوع في الكذب، ويبتعد عن الافتراء وقول البهتان، ويلتزم بالصدق والأمانة دائما، حتى لا يكتب عند الله تعالى كذاب.